خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو سكرت على بكري؟ هذاك هو خير وصبت عن وشنو انت ريتك سكرت وباش تدخل الحانوت بات هوني؟ بات لهنا في الحانوت تاعي. عندي كشك عاد تولي الدولة نسخات منه ونبات فيها. دابا فيها. علاش بات فيه؟ ما عندكش دار؟ عندي صغيرات ومعرس. انا عندي صغيرات الصغار معرس؟ معرس. المرأة وين؟ المرأة في الدار هي ولود. هنا قريبة؟ هاي من هنا كريم. مطلق مال انت؟ لا مش مطلق. اما عامله بيه مال عيال. وعلاش؟ هلا غالب هلا غالب البريبار تاع اللي فاهم كيكا تو في تونس. ثم علاقات مثلا ما تنجحش دونك يمشوا للقضاء معنا. قداش عندك صغيرات؟ ثلاثة. وشكون يصرف عليهم؟ انا نصرف عليهم. وتعيش هنا؟ ونعيش هنا. في النهار معايا هما ديجا هنا. في الليل نروح به، نكملوا خير نروح به. قداش عندك تعيش في الحالة هذي؟ عندي برسك من 2015 تقريبا. من 2015؟ وانت معناتها تبيت في الحانوت؟ بيت هنا ديما في الحانوت، انا نخدم هنا وانا ودحومة حتى. والمرأة معناتها ما حاولتش باش ترجع لبعضكم؟ حاولت معاها، روحت للدار وكل شيء ونصرف ونوكل يا اخي. بعد تقريبا 9 شهور جابت تقريبا 3 ملايين معناها صرفت وانا كل ديجا معناها مشى في الريح. معناتها تو انت تسكر الحانوت ومن بعد تدخل بيت هون. دونك المحل الوحيد كونك تعيش لهنا في الحانوت هذايا وتدفع نفقتك بكره اوراق هذوك، خاطر القاضي معناها القاضي ما يعترفلكش بال هكا صرفت وكذا معناها ريت المحابك الحاكم ما يحميكش، لازم تحمي روحك وانت بكره اوراق هذوك تخلص بيه. شنو البليبار تاع ياسر عباد في المرناقيه معناها الحجره اللي حكيت هذه معناها. اي انت معناتها لازم الصلح يكون معناها مكتوب معناها. إذا ما كانش صلح بالفم حكاية فارغة. أنت توا معناتها شنو طالب؟ معناتها تحب ترجع لمريتك ولديتك ماذا بيك؟ أنا معاهم هم معايا ديما معايا، لكن هي ما تحبش تنحي النفقة، تحب تخليها ديما كيكا هكا نروح للدار وعيش ومن بعد تجيب لك 10 مليون. تلقى روحك في المراقية كما خلصت في المراقية معناها. والهمال العيال باقي ماشي. ديما تمشي، سينو إذا ما وقفتهاش هي ما توقفتش هي معناها باك الإسقاط هذاك يسموه إسقاط. معناها باش ياسر عباد معناها جاتهم فلوس على عجلة معناها بكويت معناها. يا يخلص يا الحبس. احنا باش نجمو نعاونوك، تحب توصل صوت؟ توصل لي صوت السيد الرئيس معناه يعني يعمل حلفه الحكايه هذه نتاع النفقه هذه والمشاكل هذه.